جوز عبا زي راس عبا عامل ايه؟ هو ده الجن وده دانيال ودول اذن. وقريت احكي لكم القصه. ازيكم يا اصحابي، انا النهارده هحكي لكم قصه دانيال. دانيال يا اصحابي كان عايش في اورشليم، وجات ناس خدت الذهب وكده وخدت ناس معاه، ودانيال كان بياكل الناس، كان بياكلهم لحوم ذبائح. فالناس رفضوا وقالوا احنا عايزين ناكل خضروات. فالملك حلم وانساه، وجاب ناس كتيرة عشان يفسروه، معرفوش. فجي دانيال وفسر له الحلم. وما الملك مات جه ملك تاني وحكم، والناس كانت متغاظة من دانيال قوي، وراح وقالت للملك خد دانيال وخليه يسجد للأوثان. وفعلا الملك جابه وخلاه يسجد للأوثان، لكن هو رفض وقال أنا هسجد لله بس. فالملك قام واخده وقام حطه في جب الأسود، وكان حوالينه الأسود تمام اهو. وهو دانيال كان قاعد يصلي لربنا، فجي ملك سد أفواه الأسود. فجى الملك الصبح عشان يطلعه ويطمن عليه، لقاه لسه حي. فأمر أمر إن هو مفيش عبادة أوثان ومفيش غير عبادة إله دانيال. وكده تكون القصة بتاعت دانيال خلصت. يا رب تكون عجبتكم.